اجتمعنا اليوم بمركب بجمعية بيتنا سوريا التي قدمت إلى محافظة القنيطرة لزيارة عدد من عدد من المنظمات ودراسة المشاريع التي تقدمت فيها. ومشروع بيتنا سوريا هو عبارة عن مشروع كبير يتبنى 4 أفكار أساسية، هي الدمج المجتمعي والحوكمة والمناصرة والتعليم البديل. وفي هذا اليوم تمت مناقشة عدد من المشاريع وتمت المساهمة فعليا في حضور عدد كبير من مندوبين جميع المنظمات. يعني مثلا أنا طالب جامعة درست طب، اقتصاد، حقوق، هندسة، أي شيء بيكفي إنه أنا أمشي من بين درعا وتركيا رواتب مرواتب وقفناها، كان معنا مصاري رجعناها للأستاذ فادي غبش، فجانا فيما بعد إنه في خلاف اجى اعطاها الشباب اثنين احنا ما نعرفهم من اليادوده ناجح الزباني ما بعرفيه، اعطى الشرطي سلمهن المهند فنيش رئيس المجلس المحلي في بلده الرفيد. وانا شخصيا يوم سمعت ركبت سيارتي ورحت قلت لهم ممنوع تفوتون الميترا، انا شخصيا دافع ما كان عندي سياره 52 الف ليره سوري اجره بنزين اللي مستحقات اللي راتب عندهم، طبعا اللي راتب شهرين. فإذا لازم نذكر مشروع المناصرة جهة مرتبطة، يعني طبعاً جهة مستهدفة، جهة مستهدفة يعني اليوم المجلس المحلي مثل مقصرة مثل اليوم المجلس المحلي. تم الاجتماع اليوم في محافظة القنيطرة برعاية منظمة بيتنا السوري، حضرت فعاليات ومنظمات أهلية في محافظة القنيطرة لمتابعة ورعاية أوضاع المحافظة وكل متطلبات واحتياجات المجتمع السوري. محمات إعلامية لضغط على حقوق الناس من خلال مشروعات أو محاضرات أو حوارات، مثال حملة مناصرة لزيادة شفافية المجلس المحلي، حملة مناصرة للضغط على حملة مناصرة لتعليم المرأة، كلها اسمه حملة مناصرة. شخصي اشخاص معينه.